طيب بسم الله. كان نشوف المحاضرة الخامسة information visualization. هي المحاضرة الخامسة هي آخر حاجة يعني داخل في الميد، فهو ده آخر جزء يعني من المراجعة. ماشي. طيب المحاضرة الخامسة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن اليوزر اكسبيرينس. يعني ايه اليوزر اكسبيرينس؟ يعني احساس اليوزر كان ايه هو بيستخدم الابليكيشن بتاعك، كان حاسس بايه وهو بيعمل انتراكشن. فتعال نشوف السلايد كده بتقول ايه. بتقول لي هاو ا بيرسون او اليوزر فيل اباوت انتراكتنج ويز اور اكسبيرينسينج اباوت ا برودكت معين. طب البرودكت ممكن يكون ايه؟ قال لي البرودكت ده ممكن يكون سلعة، ممكن يكون سيرفيس، ممكن يكون فيتشر. فانا ابقى عارفه ان هو ممكن يكون سلعة، ممكن يكون ايه فيتشر، ممكن يكون سيرفيس. تمام. طيب بيقول لي ان عشان اليوزر ده يبقى عنده جود اكسبيرينس على البرودكت بتاعك، فالبرودكت لازم يتوفر فيه شويه صفات، ان هو يكون يوزبل، ان هو يكون اكويتابل، ان هو يكون انجويبل، ان هو يكون يوزفل. فيوزبل يعني ايه؟ يعني احنا اتكلمنا عن يوزابيلتي بشكل مفصل يعني، بس هي اليوزابل هي عباره عن ايزي تو يوز. اكويتابل ان هو يكون اكسسبل، اكسس او بيحقق الاكسسبيلتي، ان هي ان انت ايه، ان انت مثلا لو انت ضعيف في الانجليزي مثلا، ففي برنامج في الانجليزي، فانت ممكن يبقى في لغتين ان انت تقدر تغير اللغه العربي، فانت كده قدرت انك تخلي ناس اكتر تستخدم الابلكيشن بتاعك، يبقى هو بقى اكويتابل، بقى الاكسسبيلتي بتاعته عاليه. انجويبل يبقى ممتع، ويوزفل ان هو يبقى بيسولف البروبلم. تعال نشوف هو قال ايه في السلايد. قال ان اليوزبل هو ميكينج سمثينج ايزير تو يوز، ان هو حاجه تبقى اسهل في الاستخدام. فده معناه ان الديزاين بتاعك والاستراكشر والحاجات دي كلها والبروسيس بتاعك هيبقى كلير. ماشي. طيب اكويتابل، اكويتابل اللي هو ايه؟ ان اليو اكس ديزاينر بيقول ان هو نيد تو ثينك اباوت افري بيرسون. فان هو لو حد مش نيتيف في الانجليش مثلا، عنده ديسابيلتيز معينه مثلا، عنده قدرات خاصه معينه، فانا محتاج ان انا افكر فيه واشوف هو يعني يقدر يستخدم الابلكيشن ازاي. طيب انجويبل، انجويبل اللي هو يعني يبقى ادي او كريت بوزيتيف كونكشن ما بيني وما بين اليوزر. يوزفل، اليوزفل اللي هو ايه؟ هنا بيحل بروبلم، هو بيقول لي هو سولف اور بروبلمز. طيب بعد كده بيقول لي ان في فرق ما بين اليوزر والاند يوزر. ايه الفرق ما بين اليوزر والاند يوزر؟ المثال اللي قلته الدكتور، المثال اللي موجود في المحاضره، ان احنا مثلا لو عندنا ابلكيشن عليه كارتونز. ماشي. فالابلكيشن ده زي مثلا يعني انا بتارجت مين؟ انا بتارجت مين وانا عامل الابلكيشن ده؟ انا بتارجت الناس، الاطفال اللي عندهم مثلا 7 سنين مثلا، يعني في رينج معين يعني، فبتارجت الاطفال عموما باي سن يعني. طيب ف انا دلوقتي لو مثلا كجنى 21 سنه دخلت على الابلكيشن ده، ماشي، هل انا اند يوزر؟ هل انا التارجت بتاعه؟ لا. يبقى مين التارجت؟ هو الاند يوزر، هو الشخص اللي انا عامل له الابلكيشن اصلا، هو اللي انا تارجته. لكن لو دخل حد تاني واستخدم الابلكيشن، هو يوزر بس مش اللي انا تارجته. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ان انت بتسال نفسك شويه اسئله عشان تقدر انك تشوف الايفالويت يعني اليوزر اكسبيرينس. طيب فممكن تسال ايه الاسئله؟ نفس الكلام، الحاجات اللي بتحقق اليوزابيلتي، الاكتبل ان هي تكون اكويتابل، ان هو يكون انجويبل، ان هو يكون يوزابل. فهو بيقول لك هل هو ايزي تو يوز، اللي هي يوزابيلتي، اكويتابل ولا لا، انجويبل ولا لا، بيسولف البروبلم اللي هو بيحقق ان هو يكون يوزفل او لا. طيب فبيقول لي answering yes، ان هي لو انت جاوبت الاسئله دي بيس يعني، فانت كده الجول بتاعك تمام، و بتconsider الايه اليوزر اكسبيرينس، وبتقول اليوزر اكسبيرينس حاجه كويسه وان هي كويسه يعني. طيب بيقول لي you will focus on the end user، انت بتفوكس على end user، بتعمل balancing للبيزنس نيدز. طيب تعالوا نشوف ان احنا بنعمل ايه. احنا بيقول لي ان هو بحط اليوزر من البريوريتيز بتاعتي، او مش من البريوريتيز، هو البريوريتي بتاعتي اصلا بحطه في السنتر وفي الاول. ليه؟ لان اليوزر ده هو اللي بيشتري وبيستخدم البرودكت بتاعي. طيب فبيقول لي وكمان ان هو ايه، ان انا محتاج ان انا اسولف البروبلم بتاعته واحاول ان انا الاكسبيرينس بتاعته تبقى كويسه. طيب بيقول لي فوكسنج اون ذا ريل بروبلمز، ريل يوزر بروبلمز، ريديوس الامباكت بتاع الديزاينر بايس. طيب بيقول لي اليوزر سنتر ديزاين، ان انا بحط اليوزر في الاول وفي السنتر. وبيقول لي focusing on the user mean considering their story والemotions بتاعتهم، وان انا هجذر شوية information عنهم.
طيب بيقول لي user centered design، ان انا دي بقى حاجه يعني هنشوفها دلوقتي. بيقول لي ان انا بفوكس على اليوزر والنيدز بتاعته، بيقول لي ان هي iterative process. يعني ايه؟ لو هنشوف كمان سلايد تقريبا السلايد الجايه، ان احنا هنشوف ان البروسيس دي او هي عباره عن ايه. حاجه كده الخزيه اللي خدناها في system analysis and design اللي هي software development life cycle، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي analysis design implementation evaluation. مش هي عباره عن iterative process؟ انا ممكن ابقى في analysis او ممكن ابقى في design وارجع للanalysis وابقى انط من phase للتانيه حسب يعني الايه الشغل ماشي ازاي. طيب بيقول لي add the core of the center design process is a deep embassy of user of what is a user. او بيقول لي ان ده مش بس على قد ان البرودكت بيعمل ايه، لا احنا عايزين نعرف هو البرودكت او اليوزر بينتراكت ازاي وبيحس بايه وايه الاكسبيرينس بتاعته مع استخدام الابلكيشن ده. تمام. طيب بيقول لي اليوزر سنتر ديزاين متقسمه اربع حاجات كده، يعني ان هو اندرستاند هاو ذا يوزر اكسبيرينس برودكت، سبيسيفاي اليوزر نيد، اعمل ديزاين ديستليشن، بعد كده اعمل ايفالويشن. فا اندرستاند هاو ذا يوزر اكسبيرينس برودكت بيقول لك ان انت هتحتاج ان انت تشوف شويه حاجات، مثلا تشوف الانفايرمنت او الكونتكست، تجمع شويه معلومات ايه الانفايرمنت او الكونتكست اللي اليوزر بيكون فيه وهو بيعمل الابلكيشن ده او بيستخدم الابلكيشن ده. فمثلا الدكتور كانت قالت مثال على الجزء ده، ان انت دلوقتي مثال هنقوله تاني كمان كام سلايد، ان انت دلوقتي مثلا او خلينا نقولها كمان كام سلايد بس، هو يعني بتشوف اليوزر بيعمل ايه وهو بيستخدم الابلكيشن. طب سبيسيفاي اليوزر نيد، ان انت بتشوف بيزد عن الريسيرش بتاعك وعن انت دلوقتي يعني فوق هنا انت جمعت معلومات عن اليوزر عن طريق انك عملت شويه ريسيرش، عملت اوبزرفيشن، عملت مثلا انترفيوز، عملت حاجات ماشي بيزد بقى على المعلومات اللي انت جمعتها دي، بتسبيسيفاي اليوزر نيد ان انت بناء على الحاجات دي او بيزد اون يور ريسيرش، فانت معاك ايه فيجر اوت ويتش يوزر بروبلمز وي الموست امبورتنت تو سولف اور الموست امبورتنت تو سولف، ايه هي اكبر المشاكل والمهم ان هي يتعمل لها سولفنج. يعني ديزاين سوليوشن، ان انا اعمل ديزاين للايديا بقى وابني كده موديل، وبعد كده ايفالويت السوليوشن ده، اشوف هو بي يعني بيميت اليوزر ريكويرمنت ولا لا، وابدا ان انا اخلي البيبل مثلا او الناس الريل بيبل اللي بيستخدموا السيستم ده اخد منهم فيدباك. ده اللي احنا قلنا عليه، ان هو understand how the user experience and the product, specify the user need, a design solution, و evaluate the system او solution against the user's needs. طيب تعالوا نشوف المراحل. طيب احنا هنقعد نتكلم في المراحل دي يعني كتير جدا، هنقعد نتكلم في analysis لحد اخر المحاضرة. طيب احنا عندنا analyze, design, implement, evaluation. طبعا الرسمة دي اصلا كانت موجودة في محاضرة السادة، يعني تقريبا واخدينها copy paste يعني. فالاناليز دي او الاناليسيس دي هي عباره عن ايه؟ الاناليسيس هي عباره عن ان انا بشوف ايه هي النيدز بتاعه او باندرستاند النيدز والريكويرمنت بتاعه اليوزر بتاعي. طيب الديزاين هو ان انا بقى ببدا اعمل ايه بقى؟ ببدا انتراكت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا مثلا عايز اعمل اي كوميرس ابلكيشن، زي بتاع امازون مثلا، فهعمل ايه؟ هبدا ان انا اسيرش مثلا على الاي كوميرس ابلكيشن اللي عملت قبل كده، هبدا اقرا بيبر وابدا اشوف هما بيانتراكتوا ازاي. هو في الاول بيعمل لوجن وبعدين بيفتح الكاتيجوريز ويشوف هو عايز انهي كاتيجوري ويختار السلع اللي هو عايزها، وبعدين يضيفها للباسكت او يحطها للفيفوريت. فانا يعني هنا طلعت فانكشنز كتير جدا ماشي. فانا بشوف ايه هي الانتراكشن والبيهافير بتاع اليوزر بيشتغل ازاي. الامبلمنتيشن ان انا بترانسليت تو بروتوتايب، ببدا الامبلمنتيشن بتاعي جدا. والايفالويشن ان انا ببدا اشوف هل فعلا اللي انا عملته ده بيميت اليوزر نيدز ولا لا. وانا الاتريتيف بروسيس بس ان احنا ممكن نرجع لاي حاجة من دول وتبدأ اللفة كتير يعني. وهكذا early focus on users and tasks. بيقولي ان الاناليسيس في منها تلات حاجات، لا فيها منها حوالي اربعة او خمسة، اللي هي اليوزر اناليسيس، اللي هو ايه اليوزر اناليسيس او بيقص على ايه، مين اليوزر اصلا ماشي، التاسك اناليسيس او مين التارجت بتاعي، التاسك اناليسيس ان هو what does the user need to do، اليوزر عايز يعمل ايه او محتاج ايه. بعد كده عندنا الدومين اناليسز، اللي هي ايه الكونتكست اللي اليوزر قاعد فيه دلوقتي وهو بيعمل ابلكيشن، وهنتكلم عنها دلوقتي. الريكويرمنت البرسيف السيري اناليسز اون ديزاين. طيب يبقى اليوزر اناليسز هو مين اليوزر، التاسك اناليسز
اليوزر عايز يعمل ايه، او بيتارجت ايه، او ايه جول بتاعه. الدومين اناليسيس دي اللي انا استفاد ايه، ما اعرف الكونتكست بتاعي هستفاد، هقول لكم هستفاد ايه. انا دلوقتي المثال اللي قالته الدكتور، المثال اللي قالته الدكتور ان هي مثلا لو انت دلوقتي الابلكيشن ده بيقول لك ان الباص مثلا بتاعك بيوصل، الباص بتاع الاطفال بيوصل الساعه كام او كده يعني، او وصل ولا لا او كده. فمين اللي مترجم دلوقتي؟ مين الابلكيشن؟ الاب والام، ماشي. طيب موستلي الشخص ده هيبقى بيعمل ايه وهو بيستخدم الابلكيشن؟ غالبا هو هيتشيك الباص بس وصل ولا لا، وهو متلهج وبيجري بسرعه، ماشي، وهو في سايق في الشارع، وهو عموما بيبقى متلهج جدا. فانا عرفت كده الكونتكست بتاعي، عرفت كده الدومين بتاعي، تمام. طيب ايه الكاركترستكس اللي محتاج اعرفها عن اليوزر؟ الكاركترستكس زي مثلا الجندر، الكالتشر، اللانجوج، الادوكيشن، بيستخدم الكمبيوتر كويس ولا لا، الدومين اكسبيرينس، الابلكيشن اكسبيرينس، الحاجات يعني، تمام. بيقول لك ان انا ممكن اقسم اليوزر بتاعي الباي رول وباي كاركترستكس، ماشي. ايه الرول ده؟ ممكن ولا تيتشر ولا ايه بالظبط، والكاركترستكس بتاعته هو سنه كام، عمريه يعني هكذا. طيب البيرسونا عباره عن ايه؟ البيرسونا هي عباره عن، لو نفتكر يعني خدناها دايما في السوفت وير، مش فاكره قوي يعني، بس هي عباره عن ببني زي قصه خياليه، ستوري اوف سبيسيفيك انديفيديوال. فبيقول ان هي مثلا بتخيل شخصيه معينه بتستخدم الابلكيشن، ف ودي ليها مشاكل وليها ايجابيات. فمثلا انا قلت هنا مثلا ايه، واحده عندها 20 سنه من طوكيو بتسبيك شويه انجليش، واحد اسمه بوب عايش في نيويورك مثلا، واحد اسمه فريد ده عنده 50 سنه وجيرمان مثلا سوامر، ماشي. ف يعني انا هنا عرفت مثلا هقول ايه، هقول مثلا في البيرسونا والله سعاد اسمها مثلا سعاد وعندها 30 سنه وهتستخدم عندها الاكسبيرينس معينه وبتشتغل كذا مثلا مش عارف ايه، وهتستخدم الابلكيشن بالشكل الفلاني وهتعمل انتراكشن بالشكل وهكذا. فانا هنا يعني بقيت عايشه مع اليوزر، فدي ميزتها ان هي انت بتفوكس على التيبكال يوزر، ماشي، بتانكرج الامباسي. بس هي مشكلتها ايه؟ مشكلتها حاجتين، هي ممكن تعمل مسليدنج، ومشكلتها الاستريوتايب تراب. والدكتور ركزت قوي في المحاضره على كلمه الاستريوتايب تراب دي، فركزت فيها. دي شكل البيرسونا، ان واحده اسمها نيرد نينا مثلا، بنتكلم عنها شويه، بنشوف ايه الجولز، تكنيكالز، الحاجات دي كلها. طيب يوزر اناليسز، عندي اليوزر اناليسز ممكن اجمع معلومات عن اليوزر ازاي؟ ممكن بطريقه ستريت.